العبور للوصول إلى الدور ربع نهائي. تأكيد كما يعلم الكل النصر حقق الفوز في هذه الليلة الآسيوية. هل أنتم مستعدون لمعركة آسيوية كبيرة في الوصول للهدف الأول؟ يابان بالكرة أمامية لامين، رونالدو في مكان خطير، كريستيانو مر بكرة، تمريرات نصراوية، كرة أمامية خلف مدافعين، جميلة يعني سحر على رأس ساحرة على كرة بين القدمين. النصر رمين خيبر وين كرة بالمقاس بالمليمتر، يسطع يواجه هنا مهمة صعبة أمام دفاع قوي. روزول كريستيانو ورونالدو يحاول في هذه اللقطة، رونالدو مر، رونالدو بكرة أول بارك مع كرة أخرى، مارسيلو أرضية بالرأس، لقطة جميلة. الكرة لأسامة، تدخل وخطأ على كريستيانو، إنذار على رونالدو في هذه اللقطة. أكثر من لاعب يحافظ على كورته بالمهارة العالية، مر وتافيو حطها، لمسة بينية خطيرة لكريستيانو ورونالدو، ورونالدو تسلل على رونالدو، تسلل على رونالدو اللي مر من ستويكوبي، ميدان طويلة، محاولة خلف المدافعين خطيرة لمصلحة الفيحاء، وليد يتدخل بسراوية من جانب كريستيانو، يصل رونالدو، رونالدو بكرة من عناصر النصر تعود مرة أخرى، بينية خطيرة، وليد يتدخل، بروزو ماني يحاول مر، ماني داخل منطقة الجزاء قوي، يقدم ليلة كبيرة، ساديو على اليمين، ساديو بكرة، أنصار العالم يقضون أوقاتا ممتعة، جميلة لكريستيانو وكرة لكريستيانو لرونالدو، صاروخ موديرا الثاني لكريستيانو، والله الثالث في المواجهة ككل، الخامس لكريستيانو. بروزو يا جماعة، بروزوفيتش اللمسة ساحرة، رونالدو حصل كرة، خذ طريقها نحو المرمى بعد أن سجل كريستيانو، نحو المرمى بعد أن سجل كريستيانو.